يا مساء الخير على كل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان ومتابعي برنامج في النور. برحب بحضراتكم وحلقة النهاردة الاثنين منتصف الأسبوع. النهاردة عندنا فقرة هنتكلم فيها عن قضية لابد ان احنا نلتفت ليها بشكل كبير. هنتكلم عن ليه مصر نسبة الولادة القيصرية فيها نسبة كبيرة جدا، وتعتبر مصر من اعلى الدول في عدد الولادات القيصرية، لان الموضوع الحقيقة يستدعي التوقف لما نتكلم ان تقريبا 70% من الولادات بتكون ولادة قيصرية، فاكيد هذا الرقم وراء اسباب. عشان كده ده هيكون موضوع فقرتنا الرئيسية النهاردة، هنعرف ليه واصلين لهذه الأرقام. طيب هل ده الطبيعي ولا الطبيعي يكون إيه؟ يعني هي اسمها ولادة طبيعية وولادة قيصرية، يعني النسبة الأكبر أنها تكون ولادة طبيعية، ليه في مصر الموضوع مختلف؟ هنفهم الأسباب ونتكلم كمان في الأسباب العلمية اللي تخلي السيدة تكون يا إما بتولد ولادة طبيعية أو ولادة قيصرية. ده موضوع فقرتنا الرئيسية النهاردة. هيشرفنا يكون معانا دكتور موريس بولس، استشاري أول أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم في فقرتنا الرئيسية. وطبعا هنستقبل كل اتصالات حضراتكم واستفساراتكم في هذه الفقرة. وسؤال حلقتنا بالتالي مرتبط بهذا الموضوع، من وجهة نظرك وبرأيك شايفين ليه المصريين بيقبلوا بشكل أكبر على الولادة القيصرية؟ ومن هنا طبعا نسألكم عن تجاربكم، يعني كل السيدات الفضليات اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي يكتبوا لنا في التعليقات ويقولوا لنا قرار الولادة أو طبيعة الولادة القيصرية أو الطبيعية، يعني ساعتها بقى قررتوا إزاي وولدتي ولادة طبيعية ولا قيصرية، وهل كان قرار الطبيب بناء على حالتك الصحية ولا علشان قلتي له لا أنا خايفة من الولادة الطبيعية فقالك خلاص نولد قيصرية، أو الزوج قال ده أنا هبقى مشغول وعايز ميعاد معين وعلشان الولادة القيصرية كلها نص ساعة والموضوع بيخلص فخلينا في القيصرية. أكيد كل حد عنده قصة وكل حد عنده أسباب، فشاركونا بقى بكل هذه القصص في التعليقات على صورة البرنامج على صفحة القناة على فيسبوك سي تي في إيجيبت، ودايما بيهمنا كل رأيكم وكل تعليقاتكم. نبدا معاكم اخبارنا النهارده وموضوعاتنا بخبر ايجابي جدا الحقيقه، لما نتكلم ان حوالي مليون مصري بقى يجيد القراءه والكتابه. هم كانوا من الاميين، تم محو اميتهم من سنه 2014 ل 2022. مليون مواطن مصري اتعلم القراءه والكتابه، فاحنا امام يعني موضوع مهم جدا، ايجابي جدا، شيء مبشر بشكل كبير ان احنا نسبه الاميه عندنا بتقل. احنا عارفين طبعا دلوقتي احنا المفروض نشتغل على حاجات تانية، يعني اميه القراءه والكتابه دي بقت هي الاميه القديمه، الجديد ان احنا نمحو اميه التكنولوجيا او الجهل بالتكنولوجيا، ده العالم كله بيشتغل عليه حاليا. ولكن احنا ننظر للجزء الايجابي ان الموضوع ده اشتغلت عليه الدولة من أول، يعني أولوياتها كان محو أمية من لا يجيد القراءة والكتابة، وبالفعل في إطار هذه الخطة بالتعاون مع الجامعات المصرية بأيادي الطلبة المصريين اللي بقوا بيشاركوا بشكل كبير قوي في الموضوع ده، تم محو أمية حوالي مليون مواطن مصري. يعني نسبة الأمية بقت أقل من 25%، وده شيء الحقيقة كويس جدا ولازم أن احنا نشير ليه ونأكد عليه. الموضوع ده تم الحقيقة بناء على الجهود اللي حصلت مع أو بالتعاون ما بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وما بين الجامعات المصرية، في بروتوكولات تعاون تم توقيعها، في كل جامعة مركز لتعليم الكبار بيتواصل مع الكليات، يتواصل مع الطلبة، في كمان قوافل بتمر على أهالينا في كل مكان علشان تساعد أكتر في نشر فكرة يعني إجادة القراءة والكتابة. فبالتالي جهود كبيرة جدا حصلت، لكن خليني أقول لحضراتكم كده نبذة من المحافظات اللي بقت نسب الأمية فيها قليلة جدا، وأعتقد حضراتكم ممكن تتفاجئوا بهذه المحافظات. يعني عندنا نسب قليلة في محافظة جنوب سيناء، نسب الأمية فيها الحقيقة أقل من 8%، الوادي الجديد، البحر الأحمر، بورسعيد والسويس، دول من أقل المحافظات اللي فيهم أمية في مصر. خلينا نحلل يعني هذه الأخبار الطيبة ونعرف يعني إحنا محتاجين نعمل إيه كمان علشان يكون كل المصريين يجيدوا القراءة والكتابة وتختفي تماما يعني الـ 25% حتى اللي إحنا بقينا أقل منها في موضوع الأمية. ينضم لينا على التليفون دكتور حسام النحاس الخبير التربوي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا أستاذ.
اهلا بحضرتك معانا. وزي ما بنقول كده خبر ايجابي قوي ان احنا نشوف محو اميه مليون مواطن مصري من 2014 ل 2022. تعليق حضرتك يا دكتور على هذه النسبه، وايه الاسباب اللي ادت ان احنا نوصل لهذه المرحله؟ في البدايه احب اقول لك انه موضوع محو الاميه هو تحدي للدوله المصريه، لان لو قلنا ان الدوله المصريه لديها تحديات ونحن في جمهوريه جديده للدوله، فانه التحدي الاكبر هو تحدي الاميه. وزي ما كنت بتقولي في مقدمتك انه العالم الان يتحدث عن محو الاميه الرقميه، ونحن نتحدث عن محو الاميه الهجائيه، اي اميه القراءه والكتابه. وبالتالي هذا التحدي هو امن قومي للدوله المصريه. لدينا منذ 2014 حتى الان جهود كبيره، وكان لدينا مشروع قومي كبير جدا هو المشروع القومي للقضاء على الاميه. انت تعلمي انه نسبه الاميه في مصر كانت نسبه مرتفعه، وهي لاسباب كثيره، ولكن مع بدايه هذا المشروع ولدينا هيئه هي الهيئه العامه لمحو الاميه وتعليم الكبار، هذه الهيئه تقوم بدور كبير جدا وفعال بالاشتراك مع الجامعات المصريه ومع وزاره التربيه والتعليم ومع الهيئات والمؤسسات الاخرى. وبالتالي استطعنا محو اميه ما يزيد او ما يقرب من مليون مواطن من اهالينا في مختلف انحاء الجمهوريه في جميع المحافظات. نريد تركيز اكبر على محافظات الصعيد، لانه لو رجعنا الى النسب والاحصائيات الخاصه بالاميه في مصر هنلاحظ انه النسبه المرتفعه او النسبه الاكبر هي من الاناث، هذا اولا، اضافه الى انه النسبه الاكبر تكون في الريف وفي صعيد مصر. وبالتالي نحن في حاجه الى عقد مزيد من البروتوكولات المختلفه من جانب الهيئه مع المؤسسات التعليميه والاكاديميه ووزاره التعليم العالي، وهي تقوم بدور كبير في هذا الشان. الجامعات المصريه واساتذه الجامعات والطلاب في مختلف الكليات النظريه بيقوموا بدور كبير في هذا الشان. خليني اقول لحضرتك انه كل جامعه الان بها مركز لمحو الاميه صحيح. وتعليم الكبار. لدينا ايضا في الكليات النظريه ككليات التربيه على مستوى الجمهوريه هناك يعني زي مشروع للتربيه العملي بيكون يعني مختص بمحو الطلاب، طلاب الجامعات ولا يحصلوا على شهادات التخرج، اذا هو شرط للتخرج محو اميه عدد من ودي نقطه عايزين نركز عليها يا دكتور، ان مجهود كبير قوي من اللي اتبذل كان على ايدي طلبه مصريين، طلبه الكليات المختلفه. لو توضح لينا اكتر مين الكليات اللي فعلا الطلبه الدارسين فيها هم اللي ساهموا بشكل كبير في محو اميه المواطنين المصريين. ما هو أنا أرى إن هو ده الإنجاز الأعظم في هذا المشروع، إنه من يقوم على محو الأمية هم من طلاب وطالبات الجامعات المصرية من الكليات النظرية، أخص بالذكر كلية التربية لأني أعلم أنه في كلية التربية لطلاب الفرقة الرابعة هناك شرط أساسي للتخرج وهو القيام بمحو عدد من أهالينا من القرى التي توجد فيها الجامعة، لأنه الجامعة ليس دورها فقط هو التعليم بالنسبة للطلاب والطالبات، ولكن دورها أيضا هو تنمية المجتمع المحلي. لو بكلم حضرتك مثلا عن جامعة بنها بصفة أستاذ بجامعة بنها، لدينا مجهود كبير جدا في هذا الشأن. لدينا بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، طلاب الكليات المختلفة وأخص كلية التربية بيقوموا بدور كبير في القرى والمراكز الموجودة داخل محافظة القليوبية في عملية محو الأمية. طيب دكتور لو هنتكلم إيه اللي احنا محتاجينه علشان نشتغل بوتيرة أسرع أو تختفي تماما فكرة أمية القراءة والكتابة في المجتمع المصري؟ هو ده التحدي الحقيقي، ولذلك أنا بقول لحضرتك على مجموعة من المقترحات. يعني يجب الأول أن يبقى في زيادة للعدد اللي بيقوموا على محو أمية الكبار أو محو الأمية بشكل عام، لأن الأمية لا تخص كبار السن فقط. يعني لو رجعنا إلى في المتسربين من التعليم وفئات كتير طبعا، وهناك من سن 15 حتى 45 عام، وهناك من فوق 45 عام، ونحن نريد الوصول إلى صفر أمية في جمهورية مصر العربية، لأنك تعلمي أن الأمية مرتبطة بأشياء كبيرة منها ملف الثقافة وملف الوعي والملفات الأخرى. إذا يجب أولا زيادة عدد اللي هم بنقوم على محو أمياتهم من الكبار ومن الأعمار المختلفة. اثنين، يتم التركيز على الإناث وعلى صعيد مصر.
ثلاثة، زيادة عدد فصول محو الأمية بالمدارس، وأنا أقترح أن المدارس التي تقوم على النظام الفترة الواحدة يكون هناك فترة ثانية للمدرسة تقوم على أكثر من فصل المحو الأمية، ويتم يعني مدرس المدارس وطلاب الجامعات يكون لهم دور في ذلك. أيضا أقترح أن الطلاب من الذكور اللي هم بياخدوا إعفاء نهائي أو مؤقت من التجنيد بالقوات المسلحة أيضا يكون شرط أساسي للحصول على شهادة الإعفاء هو أيضا القيام بعملية محو الأمية. دي كلها مقترحات. أقترح أيضا أن يتم ربط ملف محو الأمية بتقديم العديد من الخدمات، مثل هو الحال في الحصول مثلا على الرخصة المهنية، شرط أساسي أن يكون يعني حاصرا على شهادة محو الأمية. نريد دور أكبر للجهات المانحة وللهيئة، عقد مزيد من بروتوكولات التعاون، يكون هناك مشروع قومي حقيقي للقضاء على الأمية في مصر في كل قرى ومراكز مصر، سواء في الوجه البحري أو في الوجه القبلي أو في المحافظات الحدودية اللي حضرتك كنت بتقولي إنها النسبة الأقل. صحيح. هي النسبة الأقل نظرا للمجهود وأيضا نظرا لعدد السكان كمان، عدد السكان طبع. في تلك المحافظات الحدودية، وهذا هو المشروع القومي الأهم في تاريخ مصر بكل تأكيد. بشكرك جدا منذ 2014 حتى الآن، ونريد تعظيم هذه الجهود للوصول إلى إن شاء الله نوصل قريبا لصفر أمية تماما في الدولة المصرية. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام النحاس الخبير التربوي، وزي ما قلنا لحضراتكم يعني كان خبر إيجابي لازم إن احنا نبدأ بيه حلقة النهاردة. قبل ما نكمل الأخبار نروح لسؤال الحلقة، وكنا في البداية تكلمنا على فكرة زيادة معدلات الولادة القيصرية في مصر، وبنسألكم إيه الأسباب من وجهة نظركم ومن واقع تجربة كل حد في حضراتكم. مارجريت فؤاد بتقول أنا ولدت مرتين وكنت كل مرة أكد على الدكتور أني عايزة أولد طبيعي، صحيح الألم بيكون شديد بس فكرة أن بطني تتفتح كانت رعباني بشكل كبير. يعني هنا مدام مارجريت بتشاركنا تجربتها، بتقول أنا ولدت من أكتر من 40 سنة لكن شايفة أن أمهات اليومين دول يعني بيميلوا أكتر لفكرة الولادة القيصرية علشان خايفين من الألم، وبتقول ان ده بيقلل من الاحساس بالامومه، او يعني من واقع تجربه الامومه بيبدا بفكره الولاده الطبيعيه. عماد معوض بيقول الولاده القيصريه مفضله لكل الدكاتره علشان بياخدوا فلوس اكتر بكتير من الطبيعيه. هنعرف بقى صحه هذا الكلام في فقره النهارده. بشوي ثابت بيقول مساء الخير، الدكتور بيقول الافضل الولاده القيصريه اسهل واسرع بكتير من الولاده الطبيعيه. يعني هنا بنقول او شايفين بشوي بيشاركنا ان ده بيكون بناء على نصيحه الطبيب علشان الموضوع بيكون اسهل واسرع. محمود سلمان بيقول السيدات بتعتقد ان الولاده القيصريه هي اقل الما من الولاده الطبيعيه. أدور مجدي بيقول بسبب التطور التكنولوجي وأصبحت الولادة القيصرية أسهل وأسرع بكتير من الولادة الطبيعية، فالولادة القيصرية لا تستغرق ساعتين عكس الولادة الطبيعية. فإذا احنا شايفين ان فعلا في ميول أكبر للولادة القيصرية علشان هي أسهل علشان هي أسرع، لكن الأمهات بقى اللي هم يعني أصحاب الخبرة القديمة شايفين أن الولادة الطبيعية هي بداية تجربة الأمومة الحقيقية. برضو اكتبوا لنا رأيكم على صورة البرنامج ومستنيين مزيد من التعليقات. نستكمل معاكم أخبار النهاردة، والرئيس السيسي بيجتمع بوزير الإسكان ليتابع من أجل متابعة العاصمة الإدارية الجديدة وصلت لفين، وأهم المشروعات اللي بتحصل داخل العاصمة، وعملية الربط ما بين الطرق والمحاور اللي يعني طبعا لازم تكون شيء أساسي داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لأن احنا بنسعى أن هي تكون عاصمة أفضل. فبكل تأكيد من أهم العناصر اللي لابد أن يتم العمل عليها هي فكرة الطرق والمحاور، وتكون على أعلى المعايير العالمية، وبتضمن طبعا السلامة والأمان لأي شخص ممكن يمشي على هذه الطرق. في إطار كمان نشاط الرئيس السيسي النهاردة، وجه بإطلاق مبادرة مهمة جدا ليها علاقة بأولادنا في الصعيد والطلبة المتفوقين في محافظات الصعيد، أن يكون في مبادرة بتشجعهم أكتر وبتديهم مساحة أن هم يتعلموا في الجامعات الدولية
اللي هتكون موجودة أو بالفعل اللي في بعض منها موجود في العاصمة الإدارية الجديدة، إن احنا نشجع الطلبة دول، نضمن ليهم مستوى تعليمي أفضل، نديهم فرصة ومساحة في جامعات فعلا المناهج بتاعتها مناهج متطورة دولية، فبكل تأكيد هتخلي الطلبة دول مستواهم مختلف. فدي من أهم توجيهات كمان الرئيس السيسي النهاردة في إطار اجتماعاته. النهاردة وزير السياحة والأثار أحمد عيسى عقد مؤتمر صحفي بيتكلم فيه عن تيسيرات وتسهيلات جديدة لجنسيات مختلفة والأجانب من بعض الدول علشان يحصلوا على تأشيرة الدخول لمصر، وبكده نكون بننشط السياحة أكتر، بنسهل على الناس الإجراءات، فبالتالي يكون بالنسبة لهم خيار إن هم يجوا مصر يقضوا العطلة بتاعتهم في مصر، يكون خيار سهل لأن هم مش شايفين فيه أي تعقيدات. وضح النهاردة مين اللي هيكون مستفيد بهذه القرارات أو أبرز الجنسيات. بنتكلم في الصين، هيكون المواطنين الصينيين يقدروا يحصلوا على التأشيرة من خلال المنافذ وفي المطارات المصرية نفسها، يعني هو يجي مجرد بس يكون موجود في المطار ياخد التأشيرة يدخل ويقوم بقى بكل الزيارات والجولات السياحية. الموضوع بيختلف من جنسية للتانية، ده بخصوص الصين. الهند وضعها مختلف، لازم يكون بيحمل تأشيرة شنغن اللي هي الاتحاد الأوروبي وتأشيرة أو أنه هو دخل دول مجلس التعاون الخليجي، في هذه الحالة يقدر أنه هو ياخد الفيزا أو التأشيرة برضو من مطار القاهرة بمجرد وصوله للمطار. من الجنسيات كمان اللي ليها تسهيلات الإيرانيين، هيكون بيقدروا ان هم ياخدوا التأشيرة ولكن اللي هم جايين عن طريق شركات السياح، ده شرط أساسي، وبيسمح ليهم زيارة مكان محدد جنوب سيناء. يعني كل جنسية احنا شايفين ليها وضع مختلف، فبالتالي شايفين تسهيلات جديدة، تيسيرات جديدة من وزارة السياحة وأكيد هيكون ليها تأثير. لكن من أهم القرارات كمان إن هيكون في فيزا جديدة، الفيزا دي هتكون قيمتها 700 دولار وهتكون لمدة 5 سنين. تفاصيلها إيه لسه لم تعلن بعد، في تفاصيل تانية في الطريق، يعني فترة اللي جاية هنشوف يعني مزيد من المعلومات والتسهيلات بتعلن عنها أيضا وزارة السياحة. بينضم لينا على التليفون دكتور وليد البطوطي مستشار وزير السياحة الأسبق. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. برحب بيك معانا يا دكتور، وأولا نتكلم على قرارات وزارة السياحة النهاردة واختيارها لبعض الجنسيات تحديدا أن يكون لها تسهيلات، يعني بنتكلم في الصين، الهند، إيران، تركيا، العراق وإسرائيل أيضا، لماذا تم اختيار هذه الجنسيات تحديدا يا دكتور؟ كان بعض من هذه الجنسيات كان عليها يعني بعض المحاذير، اذا كانت محاذير سياسيه محاذير امنيه، ولكن النهارده العالم كله بيتبع منظومه معينه، الا وهي زي ما حضرتك قلتي ذكرتي في مستهل التقرير بتاعك بتقولي مثلا الشنغن. النهارده المصريين لو معاه تاشيره شنغن بيقدر يروح السعوديه. خلاص لو عنده شنغن مستعمله يعني استخدمها قبل كده، هم بيعتمدوا على انه الكشوف الامنيه اوريدي معموله طبقا ل او الابحاث الامنيه اتعملت، فدي بتبقى ساعات في بعض من الاوقات بتكون عوائق، فطالما البني ادم ده مكشوف عنه ومصرح عنه امنيا في عديد من الدول فبيسمح له هنا. اللي حضرتك اتكلمت عليه انه في بعض الجنسيات مصر من الدول اللي مرغوب فيها دلوقتي على مستوى العالم كله، والخطه واضحه جدا للدوله ان احنا بنوسع قاعدة الاستقبال، ان احنا بنستقبل من كل دول العالم وبنقول للناس اهلا وسهلا بيكم. احنا يعني حضرتك ذكرتي مثلا الايرانيين. أيوه. الايرانيين هيجوا من خلال شركة سياحة تكون مسؤولة عنهم في الدخول وفي الخروج، ان هو وعنده برنامج مسجل، برنامج يعني سياحي او جولات سياحية مكتوبة ومعروفة، فهم هيبقوا بيعملوا البرنامج ده وبيتنفذ في توقيتات معينه، وحضرتك ذكرتي تقريبا في تاشيره هتبقى لمده 5 سنين، دي اللي هي هيستفيد منها الاوروبيين اكتر اللي هم بيجوا مصر كتير قوي. يعني خد بال حضرتك في ناس في اوروبا بتحب تيجي مصر يمكن كل صيف.
وممكن مرتين في السنة، فهيكون يوم فيزا مدتها طويلة 5 سنين. فاللي هيشتريها في ناس هتشتريها عشان تيجي يبقى وقت ما يحب يعني يركب الطيارة، يركب الطيارة ويجي على طول على مصر، مش منتظر أي حاجة. حضرتك ذكرتي جنسيات تانية بقت مصرح لها إنها تاخد التأشيرة من المطار زي الصين. طب دكتور أنا عايز أسأل حضرتك على الفيزا اللي هي هتكون قيمتها 700 دولار دي، هتكون بتستهدف الأوروبيين فقط ولا هتكون بتشمل مين تاني من الجنسيات؟ لا أنا متأكد إن دي هتبقى مفتوحة لأعداد كتيرة، يعني جنسيات كتيرة جدا، إلا لو في جنسيات عليها محاظير أمنية. طب لو هنسأل على الإيرانيين، ليه تم السماح ليهم بدخول جنوب سيناء فقط؟ ده سؤال لازم نسأله الحقيقة. لا هو بالنسبة خدي بال حضرتك، المواطن الإيراني مواطن طبيعي جدا وناس طيبين جدا وناس كويسة جدا، وهم يعني عندهم اتجاه للسفر والتبادل، هم بيروحوا دول عربية على فكرة. في دول عربية مجاورة ليهم هم بيروحوها عادي جدا بمنتهى الأريحية. طب احنا ليه كمان احنا ما يجوش عندنا؟ المناطق اللي ما مسموح لهم بيها هي المناطق الشاطئية. يعني هي ليها أبعاد تانية هتبان كمان شوية، ولكن هم رايحين يقضوا أجازة شاطئية، نشاطات بحرية، رياضات بحرية. يعني مش هتبقى حاجة ليها علاقة بالجوامع أو الشيعة أو نشر أشياء قد يكون في تؤدي إلى بعض المشاكل أو كده. طب توقعات بعد القرارات النهاردة والتسهيلات اللي احنا شايفينها، السياحة إذن هتتأثر إزاي بعد القرارات الحديثة النهاردة؟ لا شوفي حاجة، هو السياحة في مصر في المؤشرات بتاعتها البارامترز بتاعتها كلها إيجابية الحمد لله. نظرا لازم نبقى مفكرين يا جماعة كويس جدا إن الناس اللي جت مصر قضت رحلة كويسة جدا، قضت رحلة سعيدة جدا وروحوا. كان في عندنا الكوفيد كورونا، الناس كانت بتيجي الكورونا، الناس بتيجي وبتروح وما لا تصاب بالكورونا في مصر، عكس بعض الاماكن الثانيه كانوا بيروحوا وبيصابوا في الاماكن الثانيه. في مصر الحمد لله كان ربنا ساترها معانا وما كانش بيحصل اي حاجه، الناس بتيجي بتقضي رحله سعيده جدا. الشعب المصري شعب مضياف، حصل تغييرات عندنا جامده جدا في قطاع الثقافه السياحه الثقافيه، انه في اكتشافات كتيره، في حاجات جديده. صحيح. يعني الكشف الاخير اللي كان عامله الدكتور زاهي حواس عالم المستجدات العالمي لما كان عامل كشف اثري من قدام الهرم، في هرم خوفو الممر الجديد قدام هرم خوفو، ده الكشف ده لوحده قالب الدنيا بره والعالم كله بيتكلم عليه ليل مع نهار. إذا احنا يعني شايفين تسهيلات جديدة بكل تأكيد هيكون ليها انعكاساتها على قطاع السياحة، نتائج إيجابية أكيد متوقعة، وهذه الجنسيات بعد ما تشوف التسهيلات متوقع أكيد إن هي تكون بالنسبة لها مصر خيار سهل إن هي تكون بتقضي فيها الأجازات والعطلات. بشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد البطوطي مستشار وزير السياحة الأسبق. ومن السياحة خلينا نروح لذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهامم أو قادرون باختلاف. ومجلس الشيوخ النهاردة كانوا بيتكلموا على أبرز المشاكل اللي بتواجه أصحاب الهمم، ومن أبرز المشاكل والمعوقات اللي بتواجههم فكرة أن 5% اللي المفترض تلتزم بيهم الشركات سواء قطاع عام أو قطاع خاص أن هي تعين في الشركات دي بنسبة 5% موظفين من ذوي الهمم، في مشكلة في الموضوع ده، في عدم التزام، ذوي الهمم مش بيلاقوا فرص شغل مناسبة ليهم في مختلف الشركات. فالنهاردة كان في كلام عن هذا الموضوع، وفي مقترح أن يتم تعديل القانون وأن أي شركة لن تلتزم بهذا الإجراء هتعاقب، هيكون في عقاب بيوقع عليها في حالة أن هي ما التزمتش بنسبة 5%. كمان كان في كلام عن معوقات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة. احنا عارفين كنا سبق وتكلمنا في النقطة دي ان في يعني معوقات كتيرة قوي وعقبات بتواجه ذوي الهمم علشان يستخرجوا بطاقة الخدمات المتكاملة، واللي هي بتوفر ليهم الحقيقة خدمات كتيرة جدا، والدولة أخدت الإجراء ده مشكورة ان هي يعني بتقدم ليهم البطاقات دي، بتيسر عليهم إجراءات كتيرة قوي. لكن لماذا هناك معوقات ما زالت بتواجههم علشان يستخرجوها؟
لازم يتم حل ايضا هذه المشكله. للتعليق على الخبر معانا على التليفون دكتور داليا عاطف، خبيره في شؤون ذوي الاعاقه. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، اهلا وسهلا حضرتك. ابدا كلامي مع حضرتك بنسبه 5%، هل فعلا الشركات في مصر غير ملتزمه بنسبه 5% من ذوي الهمم ام الوضع ايه يا دكتور؟ هو بالنسبه للقطاع الحكومي، على مستوى القطاع الحكومي طبعا احنا عارفين في الوقت الحالي ما فيش وظائف حكوميه متوفره لكل الناس، للجميع وليس الاشخاص ذوي الاعاقه بالذات. ولما بتتاح الفرصه من قبل الحكومه المصريه بيتم طرح ده من خلال مسابقات او من خلال طرح اعلانات للوظائف، والكل بيتقدم، والجهات المعنيه لما بتلاقي النسبه مش متوفيه للاشخاص ذوي الاعاقه على اساس ان قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه رقم 10 لسنه 2018 طبعا في باب خاص بالعمل والعماله والتاهيل بالنسبه للاشخاص ذوي الاعاقه، الجهات المعنيه ساعتها من حق اي شخص ذوي اعاقه تقدم لوظيفه حكوميه معلنه عن وظائف لكل الناس وما استوفتش نسبه ال 5%، بالتالي بيبقى في تحرك من الجهات المعنيه بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه. طب بالنسبه للقطاع الخاص، على مستوى القطاع الخاص المفروض كل شخص من الاشخاص ذوي الاعاقه بيحصل على شهاده ايا كان نوع الشهاده دي، طالما يعني معتمده من الدوله المصريه سواء من التعليم التجاري الفني الجامعات المصريه، بيتقدم بشهادته او المؤهل بتاعه لمكتب العمل، وبموجب القانون الخاص بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه ولائحته التنفيذيه المفروض بالشركات من خلال مكاتب العمل التابعه لوزاره القوى العامله، وفي لجان تفتيش وفتحها وزاره القوى العامله عامله مجهود كبير جدا في الملف ده. بيتقدم الشخص ذوي الاعاقه، والجزء ده مهم جدا ان احنا برضو بنشتغل على ملف الاعاقه، بنشتغل على التوعيه، توعيه المسؤولين وتوعيه الشخص ذوي الاعاقه نفسه. حصولك على الشهاده ليس كافي، وده لكل الناس مش بس للاشخاص ذوي الاعاقه، المهم جدا يكون في دورات تدريبيه، وده متاح من قبل الجهات المعنيه في الدوله، وزاره الاتصالات موفره الكورسات اللي موجوده على الاونلاين على جوجل وعلى غير جوجل، كتير جدا متاح كورسات تاهيليه في مثلا تاهيل تنميه المهارات الاي سي دي ال التحول الرقمي وغيرها. لازم الكل يبقى مدرب ومؤهل. لكن على الرغم من الاجراءات دي كلها وعلى الرغم من يعني وجود نص بيلزم المفروض ب 5%، لكن الواقع بيقول حاجه ثانيه، وبالتالي شايفين النهارده مقترح ان يكون في عقوبه على هذه الشركات. بيتقدم لمكتب العمل علشان يحصل على وظيفه ضمن وظائف ال 5% في الشركات واصحاب الاعمال والمصانع، المفروض ان مكتب العمل بيوفر له وظيفه تناسب قدراته، الكشف الوظيفي اللي هو عامله بموجب كارت الخدمات اللي معاه، وكمان تناسب مؤهلاته. يعني يجمع بين الحاجتين. تمام. وما ينفعش ان انا اجيب شخص ذوي الاعاقه البصريه واشغله في شغله مش ما تتناسبش معاه. اكيد طبعا، اكيد. او ما فيش الشركه مش موفره برامج تناسب الاعاقه البصريه، فاصبح الزاما على الشركات واصحاب الاعمال ان هي تطبق النسبه. لازم يكون في وعي بالقانون، وان القانون اصبح الزامي، وفي كمان عقوبه في القانون لاصحاب الشركات اللي مش بتلتزم بهذه النسبه. يعني في بالفعل عقوبه، اصل احنا شايفين النهارده مطالب بتعديل القانون علشان يكون في عقاب، فحضرتك بتقول لنا ان في عقوبه أنا بالفعل. انا هعدل الحته دي، بس انا بضيف على الحته ديت، هو احنا المفروض يكون في زياده في العقوبه وزياده في النفقات اللي بتلزم اصحاب الاعمال. يعني هو لو ما التزمش بتطبيق النسبه المفروض بيطبق عليه غرامه. طبعا كتير من اصحاب الاعمال مش مقتنعين بقدرات الاشخاص ذوي الاعاقه، فبالتالي بيدفع الغرامه اللي عليه، والعقوبه مثلا بيقنن ده كمان ممكن مع الشخص ذوي الاعاقه نفسه في ان هو يقول له ايه، طب خليك قاعد في البيت وانا هدفع لك نص المرتب. فعقوبه غير رادعه. لازم يكون في عقوبه شديده ورادعه من ناحيه الغرامه ومن ناحيه الحبس كمان. طيب لو هنتكلم على نقطة تانية من ضمن المشاكل اللي بتواجه ذوي الهمم، كارت الخدمات المتكاملة. الكارت فيه شكاوى كتير قوي ان الناس عندها صعوبة في استخراج الكارت، اذا ايه الحل وايه الاجراءات اللي لازم تحصل علشان تسهل على كل ذوي الهمم ان هم يقدروا يعني يحصلوا على هذا الكارت؟ الموضوع ده فيه نقطتين مهمين جدا، نقطة تخص الوزارات المعنية بإصدار كارت الخدمات، وهي وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي.
الجزئيه دي فيها ان الكارت بيصبر على مراحل، يعني مرحله اولى خاصه بالاعاقات الشديده ومتعددي الاعاقات، المرحله الثانيه الاعاقات المتوسطه. فقطعا عدد الاشخاص ذوي الاعاقه في مصر طبقا لتعداد 2017 تعداد السكاني تعبئه الاحصاء 10.7، العدد ده علشان يطلع له كارت الخدمات مره واحده. طبعا الدوله ملتزمه بموازنات محدده وميزانيات محدده، فعمر العدد ده ما هيطلع مره واحده. فاحنا للاسف عشان الاقصاء والتهميش ده سنين كتير، فالناس مش صابره لحد ما كل الاشخاص ذوي الاعاقه يطلعوا كارت الخدمات، اللي هو اصلا مش هيحصل الشخص ذوي الاعاقه من غيره على اي حق من حقوق الوارده في القانون. دي النقطه الخاصه بالوزارات. كمان الوزارات لما اقرت القانون وافقت عليه واتبعت لكل الوزارات المعنيه بتطبيق هذا القانون، المفروض ان وزاره الماليه كانت حاضره وكانت يعني في اقرار مالي مخصص في موازنات مخصصه لملتزمه بالتجاوب للنوع الاجتماعي والاعاقه، ده محطوط ضمن اطار خطه وزاره الماليه. فهم وافقوا على القانون وعارفين المخصصات الماليه اللي المفروض هتتدفع عشان الكارت ده يتطبق ويتعمل. كمان احنا لما جينا عملنا ساعه الكورونا منظومه التحول الرقمي والكشف ونحدد كشف للكورونا عن طريق موقع وزاره الصحه، ده تم بدقائق، يعني تم في لحظات، كل الدوله اخذت استعدادها وعملنا الكشف بتاع الكورونا حجزه من خلال الانترنت. طيب ما هو كارت الخدمات برضو الحجز من خلال الانترنت. طبعا حصل حراك مجتمعي وتحول كبير في الملف، ولكن بنحتاج لمجهودات اكبر من قبل وزاره التضامن ووزاره الصحه، يعني كل الجهات المعنيه تقعد على ترابيزه واحده. ده هيذل العقبات امام الاشخاص ذوي الاعاقه، لان الكارت بموجبه يعني لو ما حدش معاه الكارت مش هيقدر يحصل على اي حق موجود في القانون. احنا نتمنى يعني الاشخاص ذوي الاعاقه في نقطه مهمه جدا، الاشخاص ذوي الاعاقه نفسهم لازم يدركوا ان في صبر على الحقوق. انا عارفه ان انا يعني انا من الاشخاص ذوي الاعاقه نفسهم، وعارفه ان ده طبعا يعني هيكلفنا مجهود ووقت كبير، فبس احنا يعني اللي خلانا صبرنا سنين لازم كمان نكون يعني عارفين ان ده يعني هيتعمل في وقت قد ايه. يعني على كل حال نتمنى إذن المناقشات داخل مجلس الشيوخ تحسن من الأوضاع، ولو في حاجة لتعديل القانون يتم تعديله بالفعل. بشكرك شكرا جزيلا دكتور داليا عاطف، خبيرة في شؤون ذوي الإعاقة. ناخد بعض من تعليقات حضراتكم على سؤال الحلقة، وبرأيك لماذا يقبل المصريين على الولادة القيصرية؟ أكاونت باسم ما تعولش الهم بتقول أنا عن نفسي قعدت 12 ساعة أولد ولادة طبيعي وفي الآخر ولدت قيصرية. إذن يعني في حالات لازم الموضوع بيستدعي فيها في الآخر أن يكون الاختيار هو الولادة القيصرية. أبو أندراوس جرجس بيقول في حالات الولادة ما ينفعش فيها الولادة الطبيعية وبتكون ولادة قيصرية. أوسع عادل بتقول وجع ساعة ولا كل ساعة، الطبيعية أحسن طبعا. ميري عادل بتقول الدكاترة بيفضلوا القيصرية عشان الفلوس، وفي سيدات بيختاروها علشان بيخافوا من الطلق، وساعات بتكون الخيار الوحيد للنجاة. وبتقول على تجربتها، أنا استنيت لحد آخر شهر التاسع عشان أولد طبيعي، بس في الآخر ولدت قيصري. برضو اكتبوا لنا تعليقاتكم على صورة البرنامج ورأيكم لماذا هناك إقبال كبير في مصر على الولادة القيصرية. دلوقتي نخرج لفاصل سريع ونرجع نستكمل بعده مرة تاني، استنونا. We'll be right back.